الحمد لله، الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقينا من الشرك والنفاق والضلال والزيغ والأهواء. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين أحبوه واتبعوا سنته واقتفوا أثره، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فمن جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه آخر جمعة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. كان ضيفا عزيزا، ضيفا محبوبا، ولكن هذا الضيف بدأ يرحل، يرحل عنا ويرتحل، بدأ يودعنا إلى عام قابل إن شاء الله. فشهر رمضان دخل سريعا، وها هو يخرج سريعا، والعبرة بالخواتيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أي اجعل يا الله أواخر أمورنا وأفعالنا وأعمالنا أحسن وأفضل، لأن هناك أعمال سيئة وأفعال سيئة. وقد يأتي الإنسان في بداية الأمر بأعمال حسنة وبأفعال حسنة وبأمور صالحة، ولكن في الأخير تنقلب إلى أعمال سيئة، وينقلب هو إلى سيء. كم من شخص عرفناه كان يعمل عملا صالحا، يحافظ على العبادات، فإذا بكبره وفي كبره تغير وتبدل حاله، وتبدل حاله وترك العبادات، وإذا به يرتكب الذنوب والمعاصي. لذلك الأعمال بالخواتيم، فالأعمال بالخواتيم، وعندنا حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. فالمسلم عليه أن يلتزم وأن يداوم على الأعمال الصالحة، فلا يتهاون ولا يتكاسل، ويدعو الله أن يموت على تلك الحال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمسلم لا يعرف متى يموت ومتى يأتي أجله، لكن داوم على العمل الصالح، فذلك طريق لحسن الخاتمة، طريق لأن تموت على الدين، طريق لأن تموت على الإسلام. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، في العبادات
في القربات، في الإنفاق، حتى أن الإنسان ترى من يكون كريما ينفق، فإذا الحال يتغير يتبدل فيتحول إلى بخل، وإلى شح، حاله يتحول إلى شح. ترى الإنسان هادئا ساكنا صابرا لا يقول إلا الخير، فإذا بحاله يتغير فلا تسمع إلا منه إلا فحشا وتفحشا وسبا وسبابا، تغير الحال. ولذلك على المسلم أن تكون له خبيئة، سر بينه وبين الله، أن يعمل أعمالا فيها السرية لا يطلع عليها إلا الله. هذه السرية في الأعمال الصالحة تنفعه في آخر حياته، تنفعه عند خروج الروح من البدن، لأن علامة حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة الله، أن يموت الإنسان على العمل الصالح يرضي الله عز وجل. لذلك يقول: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالإنسان يراجع نفسه، ما هي الأعمال التي أقوم بها يوميا وفي كل ساعة؟ بماذا أتحدث في كل يوم؟ بماذا أتكلم في كل يوم؟ فإن كنت تفعل عملا صالحا وتتكلم بما يرضي الله فاعلم أنك على طريق الحق، وستكون خاتمتك وعاقبتك حسنة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن لا تنطق بها ولا توفق للنطق بها إلا إذا عشتها في حياتك، وكان لسانك رطبا بها في حياتك، تنطق بها دائما. عرفنا أشخاصا، والله عرفنا أشخاص وسمعنا عن أشخاص ماتوا وهم يقرؤون القرآن، ماتوا وهم يقرؤون كتاب الله عز وجل. أعرف شخصا مات وهو يقرأ سورة الملك، أعرف شخصا مات وهو يقرأ قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فخرجت روحه، لأنه ما عاش مع القرآن، عاش مع كتاب الله. وهناك من تخرج روحه وهو يبتسم، ومن عاش على غير ذلك تكون سوء الخاتمة. والله العظيم أعرف شخصا، وكنت صغيرا وحضرت هذه الحالة، مات وهو يقول الويل، وفاضت روحه إلى بارئه وهو يقول الويل. نحسن كلامنا ونقول الصدق دائما، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ليثبتنا الله، لأن الثبات أيها الإخوة ليس بالعلم ولا بالمعرفة ولا بالثقافة ولا بالقراءة ولا بالشواهد ولا بالفهامة، وإنما الثبات من الله. كم من أميين صار وكان أحسن من العالم، لماذا؟ لأن الله ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فمن أسباب الموت على حسن الخاتمة الثبات والالتزام والدوام على طاعة الله. فلله الحمد والشكر والمنة، نحافظ على صلواتنا في هذا الشهر، وكم من شباب حفظهم الله رجعوا وعادوا إلى ربهم في هذا الشهر، وتراهم يصلون ويحافظون على الصلوات. ولكن يا أخي، هل في نيتك أن تحافظ على هذا الخير وعلى ما أنت عليه بعد خروج رمضان، أم في نيتك ستعود إلى ما كنت عليه من قبل؟ فلماذا تغيرت في هذا الشهر وستتغير بعد خروج رمضان؟ ما الذي سيغيرك؟ ما الذي كنت تعبده في رمضان؟ وما هو السبب الذي أرجعك إلى ربك في رمضان؟ أليس هو الله الذي خلق شهر رمضان، وهو صاحب شهر رمضان، رب رمضان، وهو رب شوال وباقي الشهور؟ فاعبده في رمضان وفي غيره، أطعه في رمضان وفي غيره. ثم السبب الثاني من أسباب الثبات على العمل الصالح وطلب حسن الخاتمة هو الإخلاص. الإخلاص في العمل، الإخلاص في العبادة، الإخلاص في الصيام، الإخلاص في القول وفي الفعل. ما تقدم عليه يجب أن تكون مخلصا فيه لله، ليقبلك الله وليرفع درجاتك سبحانه وتعالى. فإذا كنت ملتزما ومخلصا لله عز وجل ثبتك الله وأصلحك الله وأصلح ذريتك وأصلح أسرتك وسترك وستر أسرتك، وبارك فيك وبارك في عمرك وبارك في أسرتك وبارك في حياتك، بل وبارك الله في المجتمع الذي نعيش فيه، فيكون الأمن والاستقرار والازدهار والأمان والسلامة والرخاء. لماذا؟ لأن الجميع يعبد الله ويلتجئ إلى الله ويتقرب إلى الله، والله لا يضيع المجتمع الذي يعبده ويدعوه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، ثم يقول: وأجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أي وعصمنا من هلاك وخزي الدنيا، هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة. لأننا يا ربنا لا نقدر على هلاكك لنا في الدنيا ولا عذابك في الآخرة، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم استرنا يا ستير يا ستير، استرنا استرنا، اللهم ارحمنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا